بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هاني عبد الوهاب، وإن شاء الله تعالى النهاردة هنكمل الكاستمايزد كورس بتاع Exchange Server 2010 Service Back 2. ميلي احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكلاينت أكسس سيرفر. احنا كنا اتكلمنا في جزئيات عن الكلاينت أكسس سيرفر، وهنكمل النهاردة التوبكس بتاعتنا ان شاء الله. طيب تعال نشوف احنا مبدئيا احنا عملنا اتنين اكستشينج، بمعنى انا عندي اكستشينج 1 دلوقتي واصبح عندي اكستشينج 2. طيب يعني انا عندي 2 اكستشينج سيرفرز، خلاص اكستشينج 1 واكستشينج 2، ده واحد منهم اهو هوست نيم، ده اكستشينج 1، وفي عندي هنا في عندي host name exchange 2. اوكي، فانا ضفت exchange 2، لو انت خدت بالك هنا exchange 2 انا ضايف عليه برضو الهب والكلاينت اكسس والميل بوكس. طب انا عملت الكلام ده ازاي؟ كل اللي انا عملته ان انا جبت اسطوانه الاكستشينج وصلتها في الفيرتشوال ماشين بتاعتنا الثانيه اللي هي exchange 2، وطبعا انا كنت اوريدي انستولد البريكويزيت بتاعه الاكستشينج وبدات انستول عادي جدا زي ما احنا عارفين الموضوع في غايه البساطه. طيب قبل ما انسى يا جماعه، بس احب افكركم بحاجه للمره 7665 ان الكورس ده مش كاستمايزد كورس، ده مش اوفيشال كورس، ده كاستمايزد كورس لشريف، وان شاء الله انا هشير الفيديوز دي معاكم، ولكن الكورس ده اتس نوت ان اوفيشال كورس، خلاص. فبليز يعني ما تزعلش مني لو في حاجه احنا قاعدين عليها بسرعه او اتكلمنا فيها بشكل معين از كاستمايزيشن يعني، خلاص. طيب فاحنا دلوقتي عندنا التو اكستشينج سيرفرز دول اوريدي شغالين، الثلاثه عليهم هاب وعليهم كاس وعليهم ميل بوكس. طيب دلوقتي انا لما باجي اكونكت على وليكن اكستشينج 1 زي الشكل اللي احنا شايفينه ده، بيحصل عندي let's say هاني باسورد او خش ادمنستريتور، خلاص الشكل ده. هرجع على الميل تاب. عموما ان انا الفيرشوال دايركتوريز بتاعتي سواء كان الاو او الاس بي او اي واحد بيشتغل باي ديفولت على اس اس ال. ليه بيشتغل اس اس ال؟ لان انا لما بينزل عندي الاكستشينج باي ديفولت بينزل بيشتغل على 4 4 3 بالشكل ده زي ما انت شايف، واكستشينج لما بينزل بيعمل لنفسه سيرتيفيكت سيلف ساين سيرتيفيكت، سيلف ساين سيرتيفيكت باي ديفولت بينزل بيها، والسيلف ساين سيرتيفيكت دي مش تراستد عند اي حد في الدومين ولا حتى تراستد بالاكستشينج سيرفر نفسه. يعني هو اكستشينج سيرفر، هو اكستشينج بنفسه مش تراستد للسيرتيفيكت دي. طيب فاحنا اول حاجه نفكر فيها لما اجي اشتغل على اكستشينج، لو انا هشتغل مثلا بابليش اكستشينج او حتى هشتغل بيه لوكال بس، فانا كده ستيل فيسنج السيرتيفيكت ايرور دي از لونج از ان انا شغال بالويب او شغال حتى بالاوتلوك. لو انت خدت بالك لو انت شغال بالاوتلوك هتلاقي نفس الفكره بتاعت الاكستشينج سيرتيفيكت ايشو. اوكي طيب فاحنا دلوقتي عايزين نحل الموضوع ده. الموضوع ببساطة جدا اتلخص في التالي، زي ما حضرتك عارف انه اي نفتح بس وايت بورد، زي ما حضرتك عارف ان اي ويب سيرفر، يعني لو انا عندي هنا هنقول فور اكزامبل انا عندي ويب سيرفر ونفترض ان هو اكستشينج اكتنج از ويب سيرفر، صح كده؟ فهو عنده ويب سايت اللي هو الديفولت اللي هو فيه الفيرتشوال دايركتوريز مثلا اللي هي الاوا واللي هي الاي سي بي. اوكي ففي انا عندي هنا كلاينت هو عايز ياكسس السايت ده، بيبدا الاكستشينج يظهر له السيرتيفيكت بتاعت السايت بالشكل ده. اوكي فهو الراجل ده بترجع له السيرتيفيكت، فهو بيشوف السيرتيفيكت دي لو هي تراستد عنده ادز از ا تراستد روت سيرتيفيكتس، فهو اوريدي هيسيرتيفاي
السيرتيفيكت دي وخلاص، هيقول ان السيرتيفيكت دي انا اكسبتد بالنسبه لي وتراستد، ويبدا يتعامل معاها وما يديش لحضرتك الورنينج او الايرور بتاع السيرتيفيكت ايشو خلاص. لكن لو السيرتيفيكت دي مش تراستد، لو هي سيلف سايند هنا، فهي اوريدي جنريتد باي اكسشينج خلاص، فهي مش تراستد لا عند الاكتيف دايركتوري ولا عند الانترنال كلاينتس ولا عند الاكسشينج ولا عند الاكسترنال كلاينتس ايفن خلاص. فبالتالي انا المفروض ان انا اروح اجنريت ريكويست جديد، بمعنى ان انا عايز اطلب الاكسشينج ده سيرتيفيكت جديده من سي اي، سواء كان بابليك سيرتيفيكت او كان انترنال سيرتيفيكت، وبعدين انستول السيرتيفيكت دي على اكسشينج، وبعدين اشغلها على الاكسشينج سيرفر. الخطوات بالتالي عشان ما تتلخبطش، الموضوع بسيط جدا وفي غايه البساطه. اول حاجه بليز ديفاين النيمز بتاعه السيرتيفيكت، بمعنى السيرتيفيكت بمعنى ان حضرتك المفروض ان انت تكون محدد الاسماء اللي هتحطها في السيرتيفيكت. ليه؟ لان انت لما تروح تشتري سيرتيفيكت من بره، من فيري ساين مثلا او جودادي او كومودو او ديجي سيرت او اي شركه، المفروض ان انت بتحط الاسماء دي في السيرتيفيكت، وعلى حسب الاسماء دي على حسب ما انت هتتحاسب. بمعنى لو انت هتشتري سيرتيفيكت ب 2 نيمز هيبقى ليها سعر، لو 3 نيمز هيبقى ليها سعر تاني، لو 4 نيمز وهكذا خلاص. عشان كده بيبقى عندي في حاجه اسمها سان سيرتيفيكت، ودي بتبقى اغلى شويه، والسان دي اللي هي ستاند فور سبجكت الترناتيف نيم خلاص، اللي هي السيرتيفيكت بيبقى ليها اكتر من نيم، او الوايلد كارد سيرتيفيكت. وايلد كارد سيرتيفيكت اللي هي بتبقى اي حاجه دوت اسم الدومين دوت اي حاجه خلاص. فالوايلد كارد سيرتيفيكت دي برضو بتبقى اغلى خلاص، على حسب طبعا ما حضرتك بتشتري السيرتيفيكت. عموما يعني شوف سان معاها كم نيم، فبيزد على النيمز اللي انت هتحطها، بيزد على ما حضرتك هتحسب. زائد ان النيمز دي بعدين عشان تغيرها هتضطر ان انت تعمل ري ريكوست للسيرتيفيكت دي مره تانية، وتبدا في بروسيس كانك بتشتريها من جديد، وهتاخد معاك وقت طبعا كتير خلاص. فيهمني قوي ان انا ابقى محدد النيمز بتاعتي ازاي. يعني انا جوه الشركه مثلا هدخل مثلا باكسشينج دوت دومين خلاص دوت لوكال، لكن بره اكيد هدخل بحاجه مثلا لايك ويب ميل او ميل دوت مثلا دومين دوت كوم مثلا. فانا يهمني قوي ان انا ابقى عارف الاسماء دي، وابقى ليستد الاسماء دي عندي في السيرتيفيكت ريكويست اللي انا هعمله ان شاء الله. اوكي، وانس ان انا ديفايند النيمز اوريدي خلاص، يبقى انا كده هروح للنكست ستيب. النكست ستيب بتاعتي ان انا اعمل ايه؟ هكرييت سيرتيفيكت ريكويست. كرييت سيرتيفيكت ريكويست، انا محتاج اعمل سيرتيفيكت ريكويست لمين؟ عند الاكسشينج. هروح على الاكسشينج، هقف على سيرفر كونفيجريشن تاب، هلاقي عندي اكسشينج سيرتيفيكت، هبدا ان انا اقول له عايز اعمل اكسشينج ريكويست او سيرتيفيكت ريكويست. وانس ان انا همشي في الويزرد بتاع سيرتيفيكت ريكويست، هيقول لي اديني الاسماء اللي انا محتاجها، اديني كذا اديني كذا، تعرف له انت شويه حاجات عندك، هيبدا هو يطلع لك الريكويست فايل. يبقى انا وانس ان انا خلصت هسيف الريكويست فايل خلاص. الريكويست فايل ده هيبقى معايا فيه كود بتاع الريكويست بتاع السيرتيفيكت. هاخد انا الكود بتاع الريكويست بتاع السيرتيفيكت ده واروح اوديه عند سي اي، سواء كان بابليك او كان، لو كان بابليك او كان برايفت خلاص. فوانس ان انا هروح اسبميت الكي ده عند السي اي، هيبدا السي اي يرد عليا بسيرتيفيكت فايل خلاص، يرد عليا بسيرتيفيكت فايل. هاخد انا السيرتيفيكت فايل ده واروح رايح عند اكسشينج، هلاقي ان انا لما عملت ريكويست فايل ده هيبقى ستيل عندي بيندنج ستيتس للسيرتيفيكت دي اهي، دي خلاص ستيل عندي بيندنج. فانا لما اجي بيندنج هنا هقول انا عايز اعمل ايه، عايز اكمبليت البيندنج ريكويست اللي انا كنت عملته من شويه تمام. فهيقول لي طب انت عايز تكمبليت الريكويست،
طب فين السيرتيفيكت؟ هقول له السيرتيفيكت فايل اهي، واروح مشاور له على السيرتيفيكت اللي انا ايه لسه جايبها حالا، فهيقول لي دان، السيرتيفيكت بتاعتك امبورتد جوه اكستشينج واوريدي شغاله. طيب ففي الحاله دي انا عرفت السيرتيفيكت جوه اكستشينج، بس هل السيرتيفيكت دي اسايند للسيرفيسز ولا لا؟ يعني هل هي شغاله على الاكستشينج فعلا؟ هل الاكستشينج بيستخدمها لما يجي يتكلم اس ام تي بي او لما يجي يتكلم اتش تي تي بي اس مثلا بيستخدم السيرتيفيكت دي؟ ده اللي هو لازم نعمله احنا برضو معنا. فبالتالي بقول ايه؟ بقول ان انا عندي اكستشينج، فهقول له انا محتاج اعمل بعد طبعا ما اعمل امبورت للسيرتيفيكت دون، هقول له انا محتاج اساين تمام سيرفيس، اساين سيرفيس للسيرتيفيكت دي، يعني هقف عليها رايت كليك اقول له اساين سيرفيس. هقول له انت عايز تاساين ايه؟ هقول له البوب 3 مثلا والاس ام تي بي وال اتش تي تي بي اللي هو الاي اس او الاي ماب او اليونيفايد مسجنج لو انا شغال على اليونيفايد مسجنج وهكذا. فانت حضرتك بتختار الاوبشنز اللي هي انت هتاساين السيرتيفيكت دي للرولز دي خلاص او السيرفيسز دي. فبالتالي يبقى هو اكستشينج هيحط السيرتيفيكت دي على السيرفيسز دي ويبدا يشتغل بيها في الترافيك بتاعه لما يجي اي هيتس عليه. خلاص ده الموضوع كده بتاع السيرتيفيكت بيحصل ازاي، وده الجزء النظري بتاعه ايه اللي بيحصل والورك فلو بتاعه. تعال نشوف الموضوع ده هيمشي ازاي تكنيكال مع بعض. طيب انا دلوقتي عند اكستشينج، اكستشينج 1 خلاص. فاكستشينج 1 لو انا وقفت على الكاس سيرفر، انا عندي الاو زي ما حضرتك شايف، الاو اوريدي بتشتغل اتش تي تي بي اس صح كده. لو انا رحت على الاي اس هلاقي ان الاو اهي اوريدي بتشتغل اتش تي تي بي اس. طيب لو انا قلت عند الديفولت سايت بالشكل ده قلت له فيو البايندينج بتاعت السايت، وريني البايندينج كده، فبلاقي ان البايندينج عندي بيستخدم اتش تي تي بي اس. لو قلت له ايديت بيستخدم unassigned اي بي ادريسز وبيشتغل على بورت 443 وبيشتغل بالسيرتيفيكت دي. السيرتيفيكت دي اللي هي لو انا عملت لها فيو بيقول لي ان انت شغال بالسيرتيفيكت اللي هي نوت تراستد السيرتيفيكت دي، لان هي السيرتيفيكت ايشيود تو اكستشينج 1 ايشيود باي اكستشينج 1، يعني هو اللي عمل لها ايشيو لنفسه خلاص، وفاليديشن بيريود بتاعتها 5 ييرز. طيب لو انا رحت فتحت الران ام ام سي كنترول ام عشان اعمل اد ريموف سنابل كنترول ام عشان في ريموت سيشن، خلينا نيجي على سيرتيفيكت اد كمبيوتر اكاونت فينيش. اوكي لو جينا عند البيرسونال سيرتيفيكتس هنا هلاقي ايه؟ هلاقي انه السيرتيفيكت اللي هي اكستشينج 1 هو اللي عامل لها ايشو لنفسه اهي موجوده عندي هنا، هي اللي هو بيشتغل بيها هنا، وهي اللي متضافه برضه هنا فين 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 هنا اهو بالشكل ده نفس السيرتيفيكت. اوكي كويس جدا. السيرتيفيكت اللي انا فتحتها كده هلاقي ان هي اصلا نوت تراستد. طب هو انا ممكن اعمل لها مانوال تراست؟ قال لي بسيطه، ممكن تاخدها كده كوبي وتحطها في تراستد روت، ولكن ستيل يوزلس. ستيل يوزلس ليه؟ لان هي ستيل سيلف سايند سيرتيفيكت، ستيل سيلف سايند سيرتيفيكت خلاص. يعني انا هنا لما اجي اكونكت هنا اقفل براوزر وافتح تاني هقول له انا عايز https hmc-ex1/oa ما ادانيش ايرور. ليه ما ادانيش ايرور؟ لان انا ضفت السيرتيفيكت في التراستد روت عندي. معايا شريف؟ ضفت السيرتيفيكت في التراستد روت عندي. ليه؟ لان انا لو شفت السيرتيفيكت اللي هو عملها نفس السيرتيفيكت، امال الايرور راح فين؟ قال لي الايرور الويندوز لان السيرتيفيكت اللي هو بيتكلم بيها اكستشينج دي اللي هي اصلا طلعت من عند الاي اس اهي دي خلاص، لقاها موجوده عنده في التراستد ليستد هنا، فبالتالي هو
خلاص السيرتيفيكت دي تراستد بالنسبه له، بس هي ستيل سيلف سايند. اوكي، يعني انا بقول لك احنا ممكن نقدر نتجاوز المرحله ان هو يدينا ايرور ونشتغل بس بالسيرتيفيكت اللي هي السيلف سايند، خلاص ان انا اضيفها له في التراستد روت في اللوكال سيرفر بالشكل ده. او اي كان ان انا اعمل الكلام ده يوزنج جروب بوليسي، حتى برضو ان انا اخد السيرتيفيكت دي اعملها اكسبورت واحطها عند الدي سي وابدا ابلاي الكلام ده بالبوليسي، بمعنى ان انا اجي على السيرتيفيكت دي. الكلام ده على فكره ستاندرد، يعني يمشي معاك في اي حاجه، يعني اي مشكله في السيرتيفيكت تقدر تعمل فيها الحركه دي. اوكي، تقدر تاكسبورت السيرتيفيكت بتاعت اي انتراستد سيرفر وتاخدها وتروح على اي جهاز وتعملها امبورت في اللوكال تراستد روت سيرتيفيكيشن اوثوريتيز، ويقدر يتراست السيرتيفيكت مانيوال. خلاص، لكن احنا مش هنعمل الكلام ده طبعا على كل الكلاينت ماشينز. لو انت عندك 1000 او 2000 جهاز طبعا، او ان انت تابلاي حاجه زي كده حتى باللوكال، يبقى انت كده ستيل لوكال اكسس. يعني وانس ان انت جيت كونكت من بره، يبقى انت هتلاقي برضو الايرور لو دخلت من جهاز تاني خالص. اوكي، طيب، زائد ان انت في عندك بعض السيرفيس ما بتشتغلش اصلا بالسيلف ساين سيرتيفيكت. اقدر انا اعمل all task export next البرايفت كي ولا لا؟ طبعا هنا اساسا مفيش برايفت كي. next وهيقول لي هتسيف السيرتيفيكت فين، هقول له في اي مكان وليكن في داونلود، وهنسميها exchange certificate. اوكي، next finish. خلاص، فبالشكل ده لو عملت كده هلاقي السيرتيفيكت بتاعتي اهي، اقدر ان انا اخدها واوديها على جهاز تاني واعملها امبورت في اي جهاز تاني. اوكي، طيب، ده بالنسبه لو انا عايز اشتغل او اكمل بالسيرتيفيكت دي لظروف ما. طيب، انا بقى عايز اعمل اكستشينج سيرتيفيكت ريكويست. انا وقفت على اكستشينج 1، وقفت على اكستشينج 1، واقف على السيرفر كونفيجريشن، خلي بالك مش الكاس، يعني لو وقفت على الكاس ما عنديش حاجه اسمها سيرتيفيكت ريكويست. فهاجي هنا هقول اكستشينج 1 فور اكزامبل، وهقول له عايز اعمل نيو اكستشينج سيرتيفيكت. خلاص، طيب، نيو اكستشينج سيرتيفيكت هيبدا يسالني على الاسماء بتاعت ال اكستشينج. في الاول بيقول له حط لي فريندلي نيم بتاع السيرتيفيكت. تعالى على سبيل المثال هنعتبر انه احنا هننادي على اكستشينج بعد كده بميل مثلا. اوكي، فتعالى نعمل له ريكورد في الدي ان اس، نعمل له ريكورد، او احنا اوريدي عاملين ريكورد اسمه ميل دوت هاني ام سي دوت لوكال بيشاور على اكستشينج 1. اوكي، طيب، فنرجع على اكستشينج 1 ونقول وليكن هنسمي دي ميل دوت هاني ام سي دوت لوكال. اوكي، وهنقول نكست. طبعا اقدر اسمي دوت كوم لو انا هنادي بدوت كوم بعد كده، لكن طبعا عشان انا اوريدي لوكال مش عندي بابلشت، خلاص اقدر اسمي دوت كوم مفيش مشكله. واقدر اضيف في السان سيرتيفيكتس، اقدر اضيف اكتر من سان، معنى ان اضيف دوت لوكال واضيف دوت كوم واضيف دوت نت لو انا عايز. اوكي، نكست. لو انا عايز اعملها وايلد كارد سيرتيفيكت، يعني اي حاجه استريكس دوت اسم الدومين، لو انا انترستد في كده اقدر اعملها وايلد كارد سيرتيفيكت. نكست. هنا بيسالني على الاكستشينج كونفيجريشن بتاع السيرتيفيكت بالنسبه للاو. انت هتشتغل بالاو دي في الانترانت، يبقى انا هستعمل الاسماء دي اللي هي اكستشينج 1 دوت كذا واكستشينج 2 دوت كذا. طب بالنسبة للإنترنت أكيد هيبقى اسمه كذا، صح؟ أو إن أنا كمان أقدر أزود دوت لوكال. خلاص؟ هو طبعًا هنا خد هاني إم سي دوت كوم من الإكسترنال فيرتشوال دايركتوريز بتاعت حضرتك اللي إحنا حطيناها عند الكونفجريشن بتاعت الأو. طب بالنسبة للأكتف سينك هياخد نفس الكلام أو هياخد اللوكال برضو. طب بالنسبة للأوتو ديسكفر هو اوريدي الراجل حط الاسم الدومين البابليك وحط كمان اللوكال. بالنسبه للبوب والاي ماب لو انت هتشغلهم على بوب واي ماب حط لي اسم السيرفرز اللي انت هتشتغل عليهم.
وبعد كده لو انت عندك Unified Messaging تقدر تستعملها، ولو انت عايز تستعمل دي مع الهاب ترانسبورت كمان تقدر تستعملها، ولو انت عندك اكستشينج ليجاسي عايز تحط الليجاسي نيم عشان لو انت في مايجريشن فيز ولا حاجه فتقدر تحط كمان الليجاسي نيم. كل الاسماء اللي انت هتحددها هنا هتظهر معاك في النكست الجاي اللي هي دي، بمعنى هو جاب لك كل الاسماء اللي احنا اخترناها هنا حطها لك في السانس. هايفر ان انت تقدر تزود ثاني، يعني انا ممكن اقول له ان الديفولت بتاعتنا هتبقى ميل دوت لوج، اقدر انا اضيف وليكن ميل دوت تيست دومين دوت نت خلاص. بس طبعا لازم يكون النيم ده ريجستر، يعني ما ينفعش نحط نيم وخلاص، لا لازم يكون الدومين ده انا اوثر عليه. طيب فبالتالي كل دي اسمها سانس، سانس اللي هي سبجكت الترناتيف نيمز. نيكست بيقول لي املى البيانات، هقول له هاني ام سي اورجانيزيشن يونت اي تي، البلد ايجيبت، ايجيبت كونتري كايرو، كايرو. بيقول لي هتسيف ريكويست فايل فين، هقول له هسيف في السي اي مكان، وهنسميها اكستشينج سيرتيفيكت ريكويست. اوكي بالشكل ده. نيكست هيطلع لي سي اس ار فايل دم. شايفين الميل اللي انا لسه عاملها؟ قال لي هي اتس نوت سيلف سايند، وهي الستاتس بتاعتها ايه؟ بيندنج. ليه؟ مستني سي اس ار. عظيم جدا. فلو انا رحت في السي هلاقي عمل لي سي اس ار فايل اللي هو دوت ريك فايل دوت ريكويست يعني. لو انا فتحت على نوت باد هلاقي فيه الكود بتاع الريكوست. عظيم جدا. كود الريكوست ده انا اعمل بيه ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، يا اما احنا هنشتري السيرتيفيكت دي من بابليك سي اي خلاص، يا اما احنا عندنا اوريدي في الشركه انترنال سي اي. طيب تعال نشوف احنا ازاي اصلا نبدا نشتغل على الانترنال سي اي. لو انا عندي دي سي هفتح سيرفر مانجر، انا هنا ما رضيتش اعمل انستليشن لسي اي، ما عنديش اوريدي سي اي، تعال نعمل له انستول مع بعض وبعدين اقول نيكست. هختار اكتف دايركت سيرتيفيكت سيرفيس طبعا، وبعدين الويزرد كله اعتقد ما فيهوش اي حاجه، هختار انا السي اي سيرتيفيكيشن اوثوريتي، وبعدين هانستول الويب انرولمنت خلاص، هانستول ويب انرولمنت عشان نقدر ناكسس ثرو ويب سايت تمام، وبعدين هنقول نيكست. طبعا انتربرايز سي اي مش ستاند لون، احنا الروت مش سبورتنت من حد لان احنا لسه اول سي اي. طبعا كريتنج نيو برايفت كي كريبتوغرافيك اوكي، اسم السي اي وليكن هنسميه هاني ام سي داش سي اي، الدي ان بتاعه اوكي، الفاليديشن 5 سنين، وبعدين انستول خلاص. كده انا في الانستليشن بروسيس بتاعت السي اي الانترنال اوكي، سي اي الانترنال. طيب عظيم جدا. دلوقتي الماشينز اللي هي هتريكوست من عند الكلاينت خلاص هيبدا يديسكفر عليه من الاكتف دايركتوري سيرفيس كونكشن بوينت خلاص فوق الاكتف دايركتوري. وانس الماشين تعمل ستارت هتبدا تتراست السي اي ده لوحدها. يعني لو حضرتك خدت بالك هنا في اكستشينج 1 احنا فاتحين اوريدي السيرتيفيكت كونسول، انا ما عنديش هنا في السيرتيفيكيشن اوثوريتيز اللي هم تراستد، ما عنديش هنا واحده اسمها هاني ام سي، او ما عنديش الدومين سي اي بتاعي خلاص. طيب فانا وانس ده يخلص هعمل لهم ريستارت، او اقدر اعمل الكلام ده مانوال ازاي؟ طبعا هنا خلص اقول له اوكي، تعال نعمل ريستارت للاثنين اكستشينج 1 و 2، ونعمل للراجل ده برضو ريستارت ونقول له ما تسيفش اي حاجه خلاص، يلا ريستارت. طيب ازاي نخليهم مانوال
اعمل لهم تراست للسي اي بتاعي مانوالي. ازاي؟ قال لي تاخد السيرتيفيكت بتاعت السي اي نفسه، هو السيرتيفيكت سيرفر عنده سيرتيفيكت، فاخد السيرتيفيكت بتاعت السي اي نفسه واروح اعمل لها اكسبورت واعمل لها امبورت عند تراستد زي ما انا عملت من شويه عند السيرتيفيكت اللي هي السيلف سايند، خلاص، واضيفها في التراستد سيرتيفيكتس بتاعت الجهاز عشان يبدا هو يتراست السي اي اوتوماتيك، تمام. لكن انا وانس ان انا عملت ريستارت للماشين، الدومين اوريدي بيبوش عليه السيرتيفيكت بتاعت السي اي. طيب ده بالنسبه للانترنال. طب بالنسبه للبابليك، قال ببساطه جدا جدا جدا، مش انت معاك الفايل اللي هو فيه الكود اللي احنا كنا لسه شايفينه من شويه؟ اه معانا. طب هنعمل بيه ايه؟ قال لي انت تروح على موقع زي جودادي، خلاص، تلاقي عندك في جودادي عندك سيكتور خاص بالاس اس ال، تقدر تشوف السيرتيفيكتس بدايه معاك من 33 دولار، طبعا دي حاجات الستاندرد، خلاص. في حاجات الخاصه ب ال يو سي سيرتيفيكت، اسمها يو سي سيرتيفيكت زي كده، في يو سي سيرتيفيكت اب تو كام دومين، هنا مثلا 10 دومين هتلاقي سعرها يبقى اغلى شويه، 15 دومين هتلاقي يبقى اغلى شويه، وهكذا، خلاص. فالفكره بتاعت السان بتتحدد هنا، يقول لك انت تاخد سيرتيفيكت تاخد معاها 3 دومين نيم زياده، يبقى دول 3 سان، خلاص، او واحده دومين نيم واثنين سان، واثنين سان يبقى اثنين سبجكت الترناتيف، اوكي. فهنا بتحدد سعر السيرتيفيكت من الجزئيه دي. تقدر تجو على طول في السيرتيفيكت بتاعتك، وبعدين تبدا تروح تسبميت الريكوست بتاع السيرتيفيكت دايركت. لو انت اوريدي لوجد زي كده تقدر تشتغل على السيرتيفيكت دايركت. يعني لو انت بصيت هنا، شوف عملوا ريستارت ولا لسه، اكستشينج تو ريستارتنج اكستشينج 1، نسمي اكستشينج 1 ده. طيب، او عندك فيري ساين، فيري ساين طبعا من اشهر الناس بتاعت سيرتيفيكت برضو. تقدر حضرتك تلوجن لو انت عندك اكونت، تو جو في الاس اس ال بتاعتك، خلاص، وبعدين تمشي في الويزر بتاع السبميت ريكويست، تحط سبميت الريكويست بتاعك، يعمل لك جنريت للسيرتيفيكت ويبعتها لك لو انت اوريدي عندك اكونت او ريجستر، خلاص. طيب، او انا الكلام ده اقدر اعمله على فكره، اللي انا عملته بالجي او اي اقدر اعمله بالشيل. بالشيل هنا السايت اللي اسمه دي جي سيرت، خلاص، اعمل لك 2010 في واحده 2007 سي اس ار تول، اللي هي التول اللي بتعمل لك جنريت للكوماند بتاع الاكستشينج. بمعنى تديله الكومن نيم، هقول له مثلا اكستشينج بابليك سيرتيفيكت، خلاص، السبجكت الترناتيف نيم بتاعتها هتبقى ايه؟ سوري، هنا هحط اسم السيرتيفيكت، هقول ميل دوت هاني ام سي دوت كوم، خلاص. السبجكت الترناتيف نيمز هقول مثلا هاني، سوري، ميل دوت هاني ام سي دوت نت، تمام. فده نيم تاني، يبقى انا عندي نيم بتاع الكومن نيم وعندي نيم بتاع السان، والاورجنايزيشن هنقول هنا مثلا هاني ام سي ديبارتمنت اي تي كايرو، بعد كده ايجيبت، وبعدين 2048 بشكل، وبعدين اقول له جنريت. هو اداني الكوماند زي ما حضرتك شايف، طبعا هنا كمان برايفت كي مارك از اكسبورتبل. هاخد انا الكوماند ده وبعدين اقدر اروح اخليه عندي مثلا كده، واقدر اعدل عليه كمان لو انا محتاج اعدل، او اعدل اوريدي في التول بتاعتي، واخد الكوماند زي ما هو كده واروح رايح بيه على اكستشينج وابدا اسبميت عندي. طيب، اعتقد كده الراجل عمل ريستارت. تعالى نلوجن. طيب انت لسه، تمام. لكن انا اقدر استعمل نفس الستبس اللي انا عملتها بالجي او اي،
اقدر استعملها بالشيل. وانس ان انت بس املى البيانات دي وبعدين اوكي، هو هيعمل لك الكوماند لوحده بدون ما حضرتك تتعب نفسك. هو سهل لما انت تقول له set content dash path، ارمي الكونتنت في الباث ده، حط الباث اللي انت عايزه، وبعدين new exchange certificate، وبعدين generate request، الكي مساحته كذا، والسبجكت نيم بياناتها كذا، وبعدين السي ان بتاعك كذا، وبعدين الدومين نيم تاني بتاعك كذا، وبعدين الكي بتاعك يبقى مارك از اكسبورت. طيب المفروض اعمل الراجل ده كده خلاص. هنفتح اكستشينج، اكستشينج تو باللوجن. تعال نرجع للسيرفر بتاعنا كده اوري لك حاجه. تعال نفتح الام ام سي، وبعدين نجيب السيرتيفيكتس بالشكل ده، نفتح السيرتيفيكتس، عندنا لسه السيلف سايند اهي. وبعدين هنا ايه اللي حصل؟ هو الراجل هنا ضاف هاني ام سي سي اي السيرتيفيكت بتاعته، بتاعت السي اي نفسها اتضافت عندي في التراستد روت سيرتيفيكيشن اوثوريتيز. خلاص، طبعا ده لما انا عملت ريستارت للجهاز. تمام، طيب عظيم جدا. دلوقتي انا عندي السي اس ار فايل اللي هو ايه، لسه مركزين معايا صح؟ اللي هو ريكوست فايل اهو. انا عايز اسبميت الريكوست ده عند مين؟ عند السي اي. اعملها ازاي؟ قال لي حضرتك هتاكسس الويب ببساطة جدا. طبعا هنا الدي سي اهو، في عندك اي او اس، في عندك سيرت سيرف فيرشوال دايركتوري، انت تقدر تاكسس عليه من هنا، تنادي على الدي سي. الدي سي الاي بي بتاعه كام؟ 10.1.1.1. يبقى احنا نيجي هنا نقول عايزين 10.1.1.1 سلاش سيرت سيرف، واقول له اليوزر نيم والباسورد. اوكي، طيب دلوقتي انا اقول له عايز اعمل ايه. خلي بالك انا نزلت السي اي وما عملتش اي حاجة عليه، ده الستاندرد ديفولت كونفيجريشن بتاعته. نقول له ده بس كنسل، وسبت كل حاجة زي ما هي. فانا دلوقتي هقول له انا عايز اعمل ايه، عايز اريكوست سيرتيفيكت، ولا عايز يوز سيرتيفيكت، ولا عايز ادفانسد. اكيد ادفانسد. هتكريت وتسبميت ريكوست، ولا انت اوريدي معاك كي؟ اكيد انا معايا كي. فين الكي بتاعك؟ بيست الكي هنا. اقول له بيست ايه ده بجد، ناخد الكي ده، وانا اقول الكي صفر لكده. طيب فهنبيست الكي هنا، وبعدين نوع السيرتيفيكت تمبلت، هقول له انا عايزها ويب سيرفر، وبعدين سبميت. قال لي مبروك انت معاك سيرتيفيكت ايشيوت. خلاص، فين يا عم السيرتيفيكت دي؟ هقول له داونلود، اعملها داونلود في اي مكان وليكن على سي، وممكن نسميها اكستشينج سيرتيفيكت او نيو سيرتيفيكت. ضم، خلاص كده احنا عملنا داونلود للسيرتيفيكت. طيب انا دلوقتي معايا سيرتيفيكت، هعمل بيها ايه؟ المفروض السيرتيفيكت دي اروح اكمبليت بيها البيندنج ستيتس اللي كانت عندي، عشان انا كان عندي
بيندنج ستيتس ريكويست انا عملته وكان لسه الستيتس بتاعته بيندنج اللي هو ده. لو انت وقفت هنا هتلاقي اكستشينج 1 عنده بيندنج سيرتيفيكت اهو، ده بيندنج صح. فانا اقول له عايز اعمل ايه دلوقتي، اقول له رايت كليك كومبليت. فلما اقول له كومبليت هيقول له طب فين السيرتيفيكت اللي كومبليت بيها، اديني الفايل دوت ايه دوت سير دوت سيرتيفيكت يعني. اقول له براوز، هو ده يعمل فايل دوت سير، ببساطه جدا كومبليت. قال لي عملت امبورت وكمان تمام. طيب عظيم جدا، فكده احنا جهزنا السيرتيفيكت. كده انا معايا سيرتيفيكت فاليد اهي صح. يعني معنى كده ان انا لما اجي استعمل الاي اي اس الاقي شغال بالسيرتيفيكت الجديده هنا، اقول له بايندنج كده كده فيو. ايه يا عم ده انت بتهزر، لسه شغال بالقديمه. اه فعلا صح. هاويفر يا جماعه ان هو السيرتيفيكت نزلت هنا، نزلت هنا فين؟ عند الماشين لوكال. يعني هي دلوقتي السيرتيفيكت انستولد على الجهاز وامبورتد في اكستشينج وكل حاجه تمام، ولكن احنا لسه ما قلناش السيرتيفيكت دي تشتغل مع اي سيرفيس. فانا اعمل ايه؟ عند السيرفيسز هنا بيقول لي نون، مفيش حاجه خلاص، يعني هي مش شغاله مع سيرفيس. فانا اجي على السيرتيفيكت رايت كليك اقول له ايه؟ اساين سيرفيس تو سيرتيفيكت. قال لي انت عايز اكستشينج 1 صح؟ اه. هقول له نيكست، وبعدين هقول له شغلها لي على مثلا على الاي اي اس على الويب. نيكست اساين، قال لي دون كده. دي بقت شغاله ايه؟ اي اي اس. فلو جيت هنا عملت بايندنج 443 اديت، قال لي شغال بميل، وريني كده. قال لي اه ميل اهي، ميل دوت هاني ام سي دوت لوكال. يبقى انا كده شغال السيرتيفيكت الثانيه. تمام تمام. يعني افهم من كده ان انا لما اجي افتح ويب انترفيس واقول له انا عايز اتش تي تي بي اس ميل دوت هاني ام سي دوت لوكال سلاش او، اتاكد ان هو بيجيب ميل صح. ميل اه فعلا هو بيعمل لي ماب على اكستشينج 1 اللي احنا عليه، المفروض يعني ان هو يفتح حالا اهو بالشكل ده يا جماعه. اكستشينج فتح بالفولي كواليفايد دومين نيم بتاعي اللي هو دوت لوكال مبدئيا، لان احنا لسه جوه، لكن لما تيجي تبلش ينفع تعمل الكلام ده وتزود دوت كوم كمان. اقول له فيو سيرتيفيكت، بيقول لي ميل والديتيلز بتاعت السيرتيفيكت زي ما حضرتك شايف. الايشير الراجل اللي عمل لك ايشيو للسيرتيفيكت هو هاني ام سي داش سي اي اللي هو في الدومين اللي اسمه كذا اللي هو هاني ام سي دومين دوت لوكال، وبعدين السبجكت بتاع السيرتيفيكت البيانات اللي احنا حطيناها له، وبعدين بابليك كي بتاعها، وبعدين السان نيمز. لو انت فاكر كل دي سان نيمز احنا ضفناها زي تيست دومين اللي انا ضفته لحضرتك عشان اوري لك المعلومه دي، والسيرتيفيكت تمبلت نوعها ويب زي ما احنا شفناها مع بعض خلاص. فدي ده اللي حصل بالظبط كده، ان اكستشينج دلوقتي خد السيرتيفيكت وبدا يشغلها على اكستشينج بالتحديد على الاو او على الويب اي اي اس بتاعه. طيب دلوقتي انا شغال بالسيرتيفيكت دي على اكستشينج 1، هتقول لي طب اكستشينج 2 موقفه ايه هنا، يعني موقفه ايه من الاعراب؟ هقول لك والله هي العمليه بسيطه جدا. مش احنا شغلنا السيرتيفيكت دي على اكستشينج 1، طب ما تيجي نعملها على اكستشينج 2. اكستشينج 2 هعمل نفس البروسيس تاني، اللي والله مش لوجيك. طب ما تيجي نجرب حاجه مع بعض. تعال اقول لك على حاجه ظريفه، احنا نقول له اساين سيرتيفيكت اساين سيرفيس، وبعدين هضحك عليه واقول له هات لي سيرفر 2 نيكست. انت تعمل ايه؟ انا عايز اشغل اي اس على التو سيرفرز معايا، على التو سيرفرز.
بس خلي بالك من اللي هيحصل. ركز 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 كويس جدا. نيكست اساين، اول واحده ضن، تاني واحده اداني ايرور، يعني ما شاء الله حجمه كده عائلي كومبو. تمام. فليه؟ بيقول لي والله انه الثامب برينت بتاع السيرتيفيكت ده مش موجود. بمعنى ايه؟ يعني السيرتيفيكت دي مش موجوده هناك. ايوه يعني طب اعمل لها ايه؟ اروح ريكوست واحده تانية هناك؟ قال لي لا، لازم تكون السيرتيفيكت موجوده هناك عشان تقدر تديها اساينمنت لسيرفيس معينه. بمعنى ان انا لما اجي اقول اكستشينج هنا، تعال نقول له كده بص، تعال نعمل سي ال اس وبعدين نقول له جيت اكستشينج سيرتيفيكت. تمام. المفروض هو كده يجيب لي السيرتيفيكتس اللي عندي في اكستشينج، اكستشينج 1 اللي انا موجود عليه دلوقتي. على ما يجيب تعالى نفتح اكستشينج 2 عشان نبقى جاهزين. بس جابهم اهو. لو انت خدت بالك هنا السيرتيفيكت اللي فيه في اخرها هنا سي 20 موجوده هنا، سي 20 وفيها البيانات اللي احنا قلنا عليها من شويه، صح كده؟ صح كده. لكن اكستشينج 2 يا جماعه هل عليه نفس الكلام؟ لو انا قلت كده هاني ام سي داش اي اكس 2 انتر، هو سيرفر 2 يا جماعه عنده سيرتيفيكت واحده بس، ومش هي نفس الثامب برينت، مش نفس الثامب برينت بتاعت السيرتيفيكت اللي في اكستشينج 1، فبالتالي اداني الايرور الظريف ده. يبقى معنى كده انا اتعمدت ان اوريك الايرور ليه؟ انا عايز اعرفك انه ما ينفعش تدي للسيرتيفيكت سيرفيس الا لما تكون انستولد اوريدي على السيرفر. معايا؟ لان حتى مش لوجيك ان انت تعمل اساينمنت ليها دلوقتي. فبالتالي اكستشينج 2 المفروض ان هو ما عندوش دلوقتي سيرتيفيكت، غير طبعا السيلف سايند الغلبانه اللي هي بتنزل مع اكستشينج باي ديفولت. لما نعمل كده سيرتيفيكتس اد كمبيوتر اوكي اوكي اوكي، وبعدين نعمل كده اوكي 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 اوكي، هنلاقي السيرتيفيكت دي. طيب الحل ايه؟ قال لي بسيطه جدا، روح على اكستشينج 1 هات السيرتيفيكت اللي انت عايزها اهي، رايت كليك اول تاسك اكسبورت نكست يوزنج البرايفت كي اوكي، الباسورد بتاعت السيرتيفيكت، يعني عشان لما تروح تعمل لها امبورت هناك يبقى طبعا معاك الباسورد بتاعتها، وبعدين هنسميها اكسبورتد سيرتيفيكت طبعا دوت بي اف اكس اوكي، نكست فينيش دن. معايا؟ هروح على اكستشينج 2 رايت كليك اول تاسك امبورت من هنا ولا امبورت من اكستشينج. لو انا جيت عند اكستشينج هنا، نقف هنا، تعال الاول نروح نجيب السيرتيفيكت من عند اكستشينج 1 اللي هو اتش ام سي داش اي اكس 1 سلاش سيدر ساين اهي. مش هي دي السيرتيفيكت اللي احنا عملنا لها اكسبورت على اكستشينج 1؟ اه هي، هاتها كوبي حطها لي على السي هنا. تمام؟ وبعدين اقفل. وبعدين قال لي اكستشينج 2 لو انت خدت بالك هنا ما عندوش غير سيرتيفيكت السيلف ساين، هقول له امبورت على طول وبعدين اجيب السيرتيفيكت بالشكل ده، لو عملتها من هنا او من الام ام سي اوكي، وبعدين حط الباسورد الظريفه بتاعتك. وبعدين نيكست، قال لي هضيف اكستشينج 2 نيكست وبعدين امبورت. طبعا الشيل هنا فتح سي ال اس جيت اكستشينج سيرتيفيكت طبعا هنا خلص، هو زي ما احنا شايفين خلص امبورت
ريد الفايل وبعدين امبورت ودن. فكده اكستشينج 2 هيبقى عنده حالا عنده 2 سيرتيفيكتس والسي 20 سيرتيفيكت اللي الثامب برينت بتاعتها كذا موجوده معانا برضو. فبالتالي اقدر وبالتالي اقدر اشتغل بيها في السيرفيسز بتاعتي. تعالى نعمل هو ليه جايب عليها هنا على ما اكس ريفرش واللي سيرتيفيكت از نوت انفاليد ليه هي مش تراستد؟ احنا عملنا ريستارت صح؟ تعال نشوف حكايه تراستد ولا لا. هو هنا طبعا سيرتيفيكت خلاص اوريدي امبورتد وهنا برضو امبورتد معانا. هي ميبي تكون مش تراستد. Certificate cannot be provided trusted certification authority. اوكي طيب تعال نشوف هي المفروض تكون موجوده هنا مش موجوده هنا. طب ايه رايكم دي يا جماعه فرصه سعيده ان احنا نعمل الموضوع ده مانيوال من على السي اي. خلاص نروح على السي اي نفتح ستارت ادمن تولز سيرتيفيكيشن اوثوريتي وبعدين ده السي اي بتاعنا. رايت كليك بروبرتيز تلاقي السيرتيفيكت الظريفه بتاعته تقول له فيو بعدين ديتيلز بعدين كوبيتي فايل نيكست نيكست وبعدين نعملها سيف في السي ونسميها سي اي روت سيرتيفيكت بالشكل ده. اوكي اوكي دن شكرا شكرا اوكي شكرا. نرجع على اكستشينج 2 نيجي على تراستد امبورت هات لي من على 10 واحد 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 على سيدور ساين هات لي الحاج ده. على فكره عشان برضو ما حدش تلخبط لو انت حضرتك فتحت من على 10 واحد 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 انتر تلاقي شيرت فولدر باي ديفولت اسمه سيرت انرول هتلاقي فيه الروت سي اي سيرتيفيكت موجوده برضو. يعني دي طريقه ودي طريقه لو حضرتك حابب الموضوع. اوكي فينيش. المفروض حالا يعمل امبورت للسيرتيفيكت ويبدا يشتغل معانا ان شاء الله. ضن يا جماعه اهو ضاف السيرتيفيكت معانا وبعدين نعمل ريفرش للظريفه دي تبدا تشتغل معانا. تمام اوكي هاجي هنا اقول رايت كليك اساين لان هي ستيل نوت وركينج مع اي سيرفيس. طبعا اكستشينج 2 نيكست اقول له اي اي اس نيكست وبعدين اساين قال لي دن. يبقى انا كده شغال مع دي ومع دي معايا. طبعا المفروض لو انا هكونكت على ميل هتقول لي ميل ده بيوديها اكستشينج 1 طب اكستشينج 2 هقول لك احنا ممكن نعمل بعد كده في المستقبل ان شاء الله كاس الري بحيث ان احنا كونكت على ميل وميل ده يبدا يلود بالانس الترافيك ما بين اكستشينج 1 واكستشينج 2 عشان حتى الهاي افيلابيلتي لو عندك حصل مشكله في اي اكستشينج كلاينت اكسس سيرفر يبقى عندك الثاني بياكت از ا برايمري مكان. خلاص طيب يبقى انا كده اشتغلت بالسيرتيفيكت شغال اس اس ال سواء من اي جهاز اقدر ادخل باليو ار ال بتاعي https://mail.kaza/oa يطلع عندي اي سيرتيفيكت تراستد والسايت بدون ما يحصل عندي اي مشكله. على فكره حتى ده بيأثر معاك في البرفورمانس لما يكون السيرتيفيكت مش تراستد بيدي لك شويه ديلي في السايت بتاعك مش عارف الباسورد اوكي بالشكل ده. لكن طالما السيرتيفيكت تراستد اوريدي بتبدا تشتغل معاك ببساطه ما يقعدش يديك كل شويه الايرور وبعدين تقول له كونتين والكلام ده. تمام طيب
دلوقتي السيرتيفيكت زي ما حضرتك شفتها دلوقتي، لو انت انترنال سيرتيفيكت هتعملها بالستبس اللي احنا عملناها، لو انت بابليك سيرتيفيكت هتاخد السي اس ار فايل اللي احنا عملناه من شويه اللي هو ده، هتاخد السي اس ار فايل ده وتروح تعمل له امبورت او تعمل له سبميت عند جدادي او عند فيريساين او عند ديجيسيرت او عند كومودو او عند اي واحد من السي ايز المعروفين في البابليك انترنت. خلاص وانس ان انت تسبميت الكي ده هيبدا السي اي يرد عليك بالسيرتيفيكت او هيبعتها لك بالميل، تروح تعمل لها داونلود وتروح تكمل البروسيس بتاعتنا زي ما احنا اشتغلناها بالظبط، مفيش اي اختلاف سواء كانت انترنال او كانت بابليك الا بعض حاجات خفيفه جدا. تمام زي كده، ده واحد عشان لو انت عايز تجيب الكوماند. ده الراجل بتاع الفيري ساين تقدر تبروسيد معاه من هنا. خلاص اهي لو عايز تشوف جدادي، لو انت عندك ميل زي كده هتفتح اي ميل فيهم. خلاص مثلا الراجل ده هاني it.com تقول له كونتين، هيبدا يفتح لك هو الدروب داون كده. طبعا ده لو انا عايز رينيو، اعتقد ان هو خلص الدومين بتاعي اصلا. اعتقد هو اوريدي خلصين. تمام anyway لو انت الدومين بتاعك لسه valid تقدر تدخل من هنا وتبدأ تحط السيرتيفيكت بتاعتك. تمام هنا نفس الكلام، لو انت محتاج السيرتيفيكت تختار نوع السيرتيفيكت اللي انت عايزها، لو هي فيها اي في او هي جرين بار ولا هي سيرتيفيكت عاديه ولا بروفيشنال ولا كذا ولا كذا، تبدا تختار السيرتيفيكت اللي انت عايزها وليكن سكيور وايت كارد او ايفر، تبدا تمشي الويزارد بتاعها تشوف الاسعار بتاعتها دن دن دن، تروح تسبميت الكي بتاعك تمشي في البروسيس بتاعتها. سيمبل جدا جدا جدا. اوكي طيب يبقى ده موضوع السيرتيفيكت بتاعنا، موضوع بسيط جدا سهل جدا، يهمني قوي ان انت تبقى عارف الورك فلو بتاعه بيمشي ازاي من اول ما انت تبدا تديزاين النيمز بتاعت السيرتيفيكت بتاعتك، بعد كده تبدا كرييتنج السيرتيفيكت ريكويست، بعد كده سبميتنج السيرتيفيكت ريكويست، بعد كده تداونلود السيرتيفيكت نفسها السيرتيفيكت فايل، بعد كده كومبليت السيرتيفيكت ريكويست اللي انت كنت لسه عامله من شويه لو السيتس بتاعته كانت بيندنج. Once ان انت you are completed ال certificate importing بتاعك، يبقى انت تبدأ بعد كده تي assign ال certificate دي لسيرفيس معينة. Once ان انت assigned السيرفيس اللي انت محتاج تشغلها زي ال IIS او SMTP او كذا او كذا، بعد كده تبدأ تشتغل بيها عادي جدا بدون اي مشكلة ان شاء الله. زائد ان انت تقدر كمان تغير في اي وقت، لو انت جبت certificate تانية هنا وعايز تديها assignment تقول له assign مثلا لدي، فترجع تغير السيرتيفيكت assignment زي ما انت عايز. يعني انا عايز اخد ال SMTP من هنا احطها هنا، اقول له right click assign، ممكن اضيف ال assignment بتاعي خلاص على التو سيرفرز مع بعض. يعني هنا بدل ما هو exchange 1 اقول له هات لي كمان exchange 2 واقول له next واقول له اعمل لي ال SMTP مثلا next وبعدين assign، هيقول لها replace thumbprint دي بدي، اقول له okay yes to all، اوكي اعمل assign لسيرفر 1 واassign لسيرفر 2، فشال ال SMTP المفروض بدا يشتغل SMTP على اي سيرفيس دي. خلاص طب exchange 2 نفس الكلام بدأ يشغل SMTP على السيرفيس دي. طب بالنسبة للسيرفيس اللي شغالة هنا، قال لي ممكن أعمل كده على Exchange 1 أو 2 وأقدر أزود هنا، أقول له حط الـ IIS Assign، يبقى أنا كده باخدها من هناك بحطها هنا زي كده مثلا. خلاص هيقول لها Replace، هقول له اتفضل Replace أو هقول له لأ Cancel. خلاص وهكذا. شايف هنا عمل ايه؟ شال الاي اس من هنا حطها هنا. ايه؟ طب انا هرجعها تاني على السيرتيفيكت الفاليد لان دي سيلف سايند مش فاليد سيرتيفيكت، اقول له اساين، اقول له نكست،
بعدين هقول له اي اس اكس اكس، هقول ريبليس، اوكي دان، خلصنا. ده الموضوع ببساطه جدا يا جماعه، موضوع السيرتيفيكت. خلاص افكركم مره اخيره بالكورس ده مش اوفيشال كورس، ده كاستمايزد كورس. اتمنى ان هو يكون ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تستفادوا منه، ان شاء الله شريف تستفاد منه كويس جدا في شغلك، واتمنى يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوز تانية باذن الله تعالى. واشكركم، وانا اسف لو كنت عديت على حاجة بسرعة او كنت كفرت حاجة كده سريعا يعني. ان شاء الله نتقابل مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.